بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي، النهاردة إن شاء الله هنستكمل أحداث قصة عقبة بن نافع للفصل الدراسي السابق. سوف نتحدث اليوم عن الفصل الحادي عشر، وهو بعنوان بناء القيروان. وقبل أن ندخل في أحداث هذا الفصل، نود أن نتعرف عما حدث في الفصل السابق، وعرفنا من خلاله أن عقبة بن نافع تولى قيادة الجيش الإسلامي بعد معاوية بن حديك، واستطاع أن يفتح ودان وفزان وغيرها من المدن الإفريقية، وكان كل مدينة يفتحها كان يترك عليها نفرا لكي ينشر فيها الإسلام، حتى ازداد عدد المسلمين بين أهل برقة وأهل البربر. القصة عقبة بن نافع. الفصل الحادي عشر: بناء القيروان. كان عقبة يفكر في إقامة مدينة تضم الجيش بأمتعته وأسلحته، وتكون في نفس الوقت عاصمة للدولة الإسلامية في هذه المنطقة. صحيح أن الجيش الإسلامي نصره الله في مواطن كثيرة، ولكن لا يوجد له مقر آمن يأوى إليه ويعسكر فيه، ويلتقي المجاهدون على أرضه يتدارسون فنون الحرب والنزال. كان عقبة في هذه الأثناء قد وصل إلى مكان كثيف الأشجار يسمى قمونيا، وهو بعيد عن البحر ولكنه مليء بالسباع والحشرات والأفاعي، لأنه برغم جودة تربته وطيب هوائه لم يسكنه أحد من الروم أو البربر. وقف عقبة يتطلع إلى هذا المكان ويتأمل الوحوش والأفاعي التي تجوس خلاله، ثم نادى بأعلى صوته: أيها الجند، طهروا هذا المكان من الأفاعي والوحوش. لم يمض غير قليل حتى بدا المكان خاليا تماما من الأفاعي والسباع والوحوش، وأكد المؤرخون أنه ظل نظيفا لم تدخله أفعى أو وحش طوال 40 سنة بعد ذلك. ركز عقبة رمحه في هذا المكان وقال: هذا قيروانكم. كانت هذه العبارة إشارة الانطلاق بتمهيد الأرض لإقامة البناء عليها. بدأ المسلمون بناء دورهم، وبدأ عقبة بناء المسجد الجامع الذي ما زال يحمل اسمه إلى اليوم. واستمرت عمليات البناء من سنة 50 هجريا حتى سنة 55 هجريا. بعد أن شاهدنا فيديو لأحداث الفصل الحادي عشر، تعالوا معنا نعرف دلوقتي ملخص الفصل الحادي عشر وبعض الأحداث المهمة اللي موجودة فيه. طبعا بعد ما عرفنا أن عقبة بن نافع فتح الكثير من المدن الإفريقية، جاء له التفكير في إقامة مدينة لكي تضم الجيش ليتدارسوا فيها فنون الحرب والنزال، وتكون عاصمة للدولة الإسلامية في إفريقيا. يبقى ده التفكير اللي ابتدى يفكر فيه سيدنا عقبة بن نافع، أن يجد مدينة تضم الجيش بأسلحته وأمتعته ليتدرب فيها وتكون عاصمة للدولة الإسلامية. وبدأ سيدنا عقبة في البحث حتى وصل إلى مكان يسمى قمونية، وهذا المكان كثيف الأشجار، به أشجار كثيرة وجيد التربة وطيب الهواء، وهذه من المميزات الموجودة في هذا المكان. أما من العيوب الموجودة في هذا المكان أنه مليء بالسباع والحشرات والأفاعي، لذلك أمر سيدنا عقبة بن نافع جنوده أن يطهروا هذا المكان من الأفاعي والوحوش والسباع الموجودة به. وعندما طهر جنوده هذا المكان من الأفاعي والوحوش والسباع، ركز عقبة رمحه في هذا المكان وقال لجنوده: هذا قيروانكم. لذلك تحول اسم المكان من قمونية إلى مدينة القيروان، أي مكان اجتماعكم. وأكد المؤرخون بعد ذلك أن هذا المكان ظل نظيفا من الأفاعي والوحوش لمدة 40 سنة،
بعد أن قام جنود عقبة بتطهير هذا المكان. وعند ذلك بنى عقبة في هذا المكان المسجد الجامع الذي ما زال يحمل اسمه إلى اليوم، واستمرت عملية البناء لمدة 5 سنوات، أي ظل الجيش الإسلامي يبني في مدينة القيروان لمدة 5 سنوات حتى أصبحت جاهزة لتكون عاصمة للدولة الإسلامية في إفريقيا. تعالوا مع بعض دلوقتي نتطرق لأهم الأسئلة اللي موجودة عندي على هذا الفصل. تعالوا مع بعض دلوقتي نشوف السؤال الأول اللي ممكن يجي لنا. السؤال الأول بيقول إيه؟ ما الأمر الذي كان يفكر فيه عقبة بن نافع؟ طبعا سيدنا عقبة بن نافع كان يفكر في بناء مدينة تضم الجيش بأمتعته وأسلحته، وتكون هذه المدينة عاصمة للدولة الإسلامية. السؤال اللي بعده، لماذا فكر عقبة في بناء مدينة القيروان؟ سيدنا عقبة بن نافع فكر في بناء مدينة القيروان، واحد لتضم الجيش بأمتعته وأسلحته وتكون عاصمة للدولة الإسلامية في هذه المنطقة. السؤال اللي بعده، كان بناء القيروان ضرورة عسكرية ملحة، وضح ذلك. طبعا كان ضرورة عسكرية ملحة لأنه لم يكن هناك مقر أو مكان آمن يأوى إليه الجيش ويعسكر فيه ويلتقي فيه المجاهدون على أرضه لكي يتدربون على فنون الحرب والنزال، فكان لابد من بناء مدينة تكون عاصمة للجيش الإسلامي. تعالوا مع بعض نكمل أهم الأسئلة اللي موجودة عندي على هذا الفصل. السؤال رقم 4، ما الاسم القديم للقيروان؟ وما مميزاته وما عيوبه؟ طبعا الاسم القديم اللي عندي لمدينة القيروان هو قمونية، ومميزات هذا المكان أنه كان كثيف الأشجار، كان بعيدا عن البحر، كان جيد التربة، وكان طيب الهواء. أما عيوبه فأنه مليء بالسباع والحشرات والأفاعي. السؤال رقم 5، لماذا هجر الروم والبربر مكان القيروان قديما؟ طبعا هجروا هذا المكان لأنه مليء بالسباع والحشرات والأفاعي، ولكن سيدنا عقبة بن نافع طهر هذا المكان. السؤال اللي بعده، بما أمر عقبة جنوده؟ أمر سيدنا عقبة بن نافع جنوده أن يطهروا هذا المكان من الوحوش والأفاعي الموجودة به. تعالوا مع بعض نكمل أسئلة أحداث هذا الفصل. السؤال رقم 7، ما الذي أكده المؤرخون بعد أن نظف المسلمون هذا المكان؟ طبعا أكد المؤرخون أنه ظل نظيفا لم تدخله أفعى أو وحش لمدة 40 سنة بعد ذلك. السؤال اللي بعده، ظهر في بناء القيروان ما يدل على أن عقبة كان مستجاب الدعاء، وضح ذلك. طبعا أنه نادى عقبة بأعلى صوته لجنوده بأن يطهروا هذا المكان من الوحوش والأفاعي، فخرج جميعا ولم يدخله أي حيوان دار لمدة 40 عاما. السؤال رقم 9، هذا قيروانكم، من قائل هذه العبارة وما المناسبة وماذا ترتب على ذلك؟ طبعا قائل العبارة سيدنا عقبة بن نافع، والمناسبة عند بناء هذه المدينة اللي هي مدينة القيروان، وترتب على ذلك إشارة لانطلاق بتحطيم الأشجار وتمهيد هذه الأرض لإقامة البناء عليها. تعالوا مع بعض نكمل أهم الأسئلة المتعلقة بهذا الفصل. السؤال رقم 10، استمرت عمليات البناء مدة نقط سنوات من نقط إلى نقط هجرية. طبعا عملية البناء أخذت مدة 5 سنوات، ودي المدة اللي بنوا فيها مدينة القيروان، ودوت كان من سنة 50 هجريا إلى 55 هجريا. السؤال اللي بعده، ما الذي بناه المسلمون وعقبة في هذا المكان؟ بدأ المسلمون بناء دورهم في هذا المكان، ثم بدأ عقبة بن نافع في بناء المسجد الجامع الذي يظل يحمل اسمه حتى الآن. السؤال اللي بعده، لماذا أطلق المسلمون على المدينة اسم القيروان؟
طبعا أطلق عليها اسم القيروان لأنها تعني في اللغة العربية مكان اجتماع الناس والإيه والجيش. تعالوا مع بعض دلوقتي نتكلم على مدينة القيروان التي بناها عقبة ابن نافع في 5 سنوات، ونعرف أهم المميزات الموجودة فيها. طبعا احنا اتكلمنا على مميزات مدينة القيروان، وقلنا أول حاجة إن هي كثيفة الأشجار، تاني حاجة قلنا من مميزاتها أنها بعيدة عن البحر، تالت حاجة احنا قلنا من مميزات مدينة القيروان أنها جيدة التربة. طب تعالوا دلوقتي نتكلم على العيوب الموجودة في مدينة الإيه؟ القيروان. أول حاجة من العيوب أنها مليئة بالسباع، تاني حاجة من العيوب أنها مليئة بالحشرات، تالت حاجة من عيوب مدينة القيروان أنها مليئة بالإيه؟ بالأفاعي. يبقى دي مميزات وعيوب مدينة الإيه؟ القيروان. تعالوا مع بعض نشوف تدريب تاني متعلق بأحداث هذا الفصل. التدريب بيقول ضع علامة صح أو غلط أمام العبارات الآتية. أول سؤال عندي: تميزت قمونية بطيب هوائها وجودة تربتها. طبعا الإجابة صح. السؤال رقم 2: كانت القيروان مليئة بالسباع والوحوش والأفاعي قبل تطهيرها. طبعا الإجابة صح. السؤال رقم 3: ظلت القيروان خالية من الوحوش والأفاعي مدة 50 عاما. طبعا الإجابة غلط، وكانت خالية من الوحوش والأفاعي لمدة 40 عاما. السؤال اللي بعده: اختار عقبة قمونية لتكون مقرا للجيش وسماها بالقيروان. الإجابة طبعا صح. رقم 5: استمرت عملية البناء من 50 هجريا إلى 55 هجريا، أي مدة 5 سنوات. طبعا الإجابة صح. السؤال رقم 6: بنى عقبة المسجد الجامع الذي ما زال يحمل اسمه إلى اليوم. طبعا الإجابة إيه؟ صح. وبكده يكون انتهى درسنا النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.